مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات وانطلق التنافس ما بين الجياد والأفراس المنتجة محليا على مسافة 1800 متر. جائزة إبراهيم بن عبد الرحمن النفيسي يرحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. قيمة الجائزة 54,000 ريال. مشاهدينا الكرام، المنافسة على ما يبدو تبدأ من ثروات في المركز الأول مع هذه الانطلاقة. ثروات المركز الأول والمركز الثاني، وشاهد سجة تحاول التقدم في هذه الأثناء، تحديدا ثروات صاحبة المركز الأول. إذن ثروات في المركز الأول مع هذه الانطلاقة، الرفيق الموالي يحاول من الخارج والمنافسة المثيرة. مشاهدينا الكرام، هناك محاولات من المرشح بيت القصيد في المركز السادس على ما يبدو، والتقدم يبدأ أحد للتقدم كذلك بلجانب سجة. سجة ابنة الموشح مع المنعطف الأول، ابنة الموشح هي صاحبة المركز الأول. محاولات من أحد في المركز الثاني، ابن بيبل آيلاند والرفيق الموالي يأتي من الخارج والمنافسة المثيرة. مشاهدينا الكرام، أشقر محية يحاول، بيت القصيد المرشح يبدأ التقدم مع الدخول للخط المستقيم من الداخل. سجة من الخارج، بيت القصيد ابن أقول لك يتقدم للمركز الأول. بيت القصيد ابن أقول لك للمركز الأول في 200 متر الأخيرة، واحد من الأسماء المرشحة بيت القصيد ابن أقول لك. بيت القصيد ابن أقول لك يقول لك اليوم فائز بالمركز الأول، يصادق على الترشيحات. مسافة